بون، صباح الخير أعزائي الطلبة. توقفنا في الحصة الماضية عند بعض المفاهيم المرتبطة بعلم الأنثروبولوجيا، وحيث تطرقنا إلى مفهوم الأنثروبولوجيا، مفهوم الإثنوغرافيا، الإثنولوجيا، الأركيولوجيا وعلم اللغويات. وما يمكن أن نقف عنده قبل الحديث عن فروع الأنثروبولوجيا ومختلف المراحل التاريخية التي مرت بها إلى أن وصلت لما وصلت إليه اليوم، نتوقف عند نقطتين أساسيتين، ألا وهي أن الأنثروبولوجيا هي ذلك العلم أو المعرفة المنظمة عن الإنسان، وهي تجمع في علم واحد الجوانب البيولوجية والاجتماعية والثقافية للإنسان. وميدان الدراسة الأساسي لها هو الجماعات أو المجتمعات التي تدعى بالبدائية، مع اتساعه في الأونة الأخيرة ليشمل دراسة المجتمعات العليا القديمة. ومن ناحية الاصطلاحية نجد تصورين أساسيين لهذا العلم، هناك تصور أمريكي وتصور أوروبي. فالتصور الأمريكي ينظر إلى الأنثروبولوجيا كعلم يهتم بدراسة الإنسان من ناحيتين، العضوية والثقافية على حد سواء، ويستخدم الأمريكيون مصطلح الأنثروبولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية الذي يشير إلى دراسة الجانب العضوي التطوري الحيوي للإنسان، ويستخدم مصطلح الأنثروبولوجيا الثقافية لمجموعة التخصصات التي تدرس النواحي الثقافية والاجتماعية للإنسان. أما التصور الأوروبي فهناك اختلاف من بلد لآخر، فقد كان يقصد بالأنثروبولوجيا دراسة التاريخ الطبيعي للإنسان، حيث اتسعت في أوروبا موضوعات لتشمل الدراسة المقارنة بين الإنسان والحيوان وبين السلالات البشرية، وحتى الدراسة المقارنة بين الذكور والإناث. واصطلح الفرنسيون على الأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا، وهم يدرسونها تحت مظلة علم الاجتماع. أما الأنجليز فسموها بالأنثروبولوجيا الاجتماعية وتعاملوا معها كعلم قائم بذاته، وهذا ما يساعدهم على وضع نماذج نظرية تشرح أبنية المجتمعات وتفسر الآليات والوظائف التي تساعد على استمرارية الحياة الاجتماعية وتماسكها. وبهذا خرج إلى الوجود ما يعرف بأنثروبولوجيا القرابة، والقرابة بنوعيها قرابة الدم وقرابة المصهرة، أو كما سبق أن ذكرت بأنثروبولوجيا القرابة أو الدين أو الاقتصاد وغير ذلك مما يسير ضمن إطار الأنثروبولوجيا الاجتماعية. وعليه فإن الأنثروبولوجيا الاجتماعية في إنجلترا وإلى حد ما في أمريكا استعملت للدلالة على فرع معين من الأنثروبولوجيا التي تعني بدراسة الإنسان ثقافيا واجتماعيا. أما لما يتحدث الأوروبيون الآخرون عن الأنثروبولوجيا فهم يذهبون إلى ما يسميه الإنجليز الأنثروبولوجيا الفيزيقية، أو ما يسميه أيضا أنثروبولوجيا الاجتماعية، فيسميه الأوروبيون الآخرون الإثنولوجيا. بعد هذا العرض للتصورين نتوقف عند فروع الأنثروبولوجيا. وقد يختلف الآراء في تحديد أقسام أو فروع الأنثروبولوجيا، إلا أن معظم العلماء المعاصرين يتفقون على تمييز قسمين رئيسيين، هما أولا الأنثروبولوجيا الطبيعية أو الفيزيقية أو الجسمية كما يسميها البعض، وتدرس الإنسان كحيوان ثدي، بمعنى أنه يتكاثر عن طريق التناسل، وتحمل أنثى الإنسان الجنين وتلده وتغذيه بالغدد الثديية. وكون الإنسان حيوان ثدي يمثل إطارا عاما يحدد إمكانيات وأعمال الإنسان. الفرع الثاني الأساسي هو الأنثروبولوجيا الثقافية، فالإنسان ليس مجرد حيوان ثدي، وإنما هو حيوان عاقل يتميز عن الحيوانات الأخرى بالقدرة على التفكير، ولذلك يسمى الجنس البشري الحالي باصطلاح الإنسان العاقل. واستطاع الإنسان عن طريق عقله تغيير صور عناصر البيئة المحيطة به لصنع الأدوات التي يستخدمها لإشباع حاجته، واستطاع أن يخترع القواعد التي تنظم العلاقات الاجتماعية بين البشر. والخلاصة أن الإنسان ليس فقط حيوان ثدي، وإنما هو الحيوان الثدي الوحيد الذي استطاع عن طريق العقل أن يضع حضارة وثقافة
والمقصود بالثقافة كل أنماط السلوك المكتسبة التي تميز مجتمعين ما. أولاً الأنثروبولوجيا الطبيعية والفيزيقية هي تلك الأنثروبولوجيا التي تدرس السمات الفيزيقية للإنسان، أي أنها دراسة الإنسان من حيث هو كائن فيزيقي طبيعي، فتدرس الإنسان العضوي في نشأته الأولى وفي تطوره عن في تطوره حتى اكتسب الصفات والخصائص الإنسانية في صورة الإنسان العقل. ولذلك تعالج الأنثروبولوجيا الفيزيقية مختلف السمات الفيزيقية مثل حجم الجمجمة وارتفاع القامة ولون البشرة ونوع نسيج الشعر وشكل الأنف ولون العينين وانتقال السمات الفيزيقية وتتبع الموريثات الإنسانية، كما ترتبط ارتباطا بعلم التشريح وبعلم الإثنوبيومتري وهو فرع جوهري من فروع الأنثروبولوجيا الفيزيقية. ثانيا الأنثروبولوجيا الثقافية يدرس هذا القسم الثقافة والمعنى المبسط لذلك المفهوم هو طريقة معيشة مجتمع ما، سواء كان هذا المجتمع سواء كان ذلك المجتمع بدائي أو متخلف أو نامي أو متقدم. ومن أهم عناصر الثقافة العلاقات الاجتماعية التي تربط بين الإنسان وأخيه الإنسان، أي النظم الاجتماعية التي يخترعها الإنسان بصورة جماعية لينظم تلك العلاقات الاجتماعية. كما أن الثقافة تجمع أيضا كل أنماط السلوك التي تمثل علاقة الإنسان بعالم الأفكار مثل المبادئ والمثل العليا التي يؤمن بها مجتمع معين، وكذلك القواعد العلمية التي يصل إليها. وأمام تنوع الموضوعات التي تدخل في إطار الثقافة والتي تمثل موضوع الأنثروبولوجيا الثقافية، لذلك يقسم هذا الفرع من الأنثروبولوجيا إلى عدة فروع هي: 1. الإثنولوجيا. كما سبق وأن ذكرنا في الحصة الماضية قلنا بأن الإثنولوجيا هي دراسة الثقافة على أساس مقارنة وفي ضوء نظريات وقواعد ثابتة بقصد استنباط تعميمات عن أصول الثقافات وتطورها وأوجه الاختلاف فيما بينها وتحليل انتشارها تحليلا تاريخيا. وتعتمد الإثنولوجيا في تفسير توزيع الشعوب في الماضي والحاضر لأنه نتيجة لتحرك هذه الشعوب واختلاطها وانتشار الثقافات التي ترجع إلى كثرة الحوادث المعقدة التي بدأت مع ظهور الإنسان. لذلك فإن الأنثروبولوجيا تعد فرعاً الأنثروبولوجيا الثقافية أو الإثنولوجيا عفواً تعد فرعاً من الأنثروبولوجيا، يختص بالبحث والدراسة عن نشأة السلالات البشرية والأصول الأولى للإنسان. ويدرس الإنسان أو الباحث الإثنولوجي كل حضارة المجتمع أو المجتمعات التي يبحثها، وهو يهدف من المقارنة بين الثقافات إلى الوصول إلى قوانين عامة للعادات الإنسانية ولظاهرة التغيير الحضاري وأثار الاتصال بين الحضارات المختلفة وتصنيف الحضارات إلى مجموعات على أساس مقاييس معينة. الفرع الآخر هو الأنثروبولوجيا الاجتماعية، حيث يدرس هذا الفرع وهذا القسم السلوك الاجتماعي كالعائلة ونسق القرابة والتنظيم السياسي والإجراءات القانونية والعبادات الدينية ومختلف الطقوس. كما تدرس العلاقة بين هذه النظم في المجتمعات التقليدية البدائية أو في المجتمعات المعاصرة، ويهتم الأنثروبولوجي الاجتماعي بدراسة العادات باعتبارها جزء من كل الحياة الاجتماعية والأنثروبولوجيا الاجتماعية المعاصرة أو ما يعرف باسم الاتجاه البنائي الوظيفي تتوفر على دراسة أنماط السلوك والتي يقوم بها البشر في دائرة مجتمعية معينة، وهذه الأنماط السلوكية التي تشكل شبكة البناء الاجتماعي والتي يتفق العلماء على تعريفها بأنها تلك الشبكة المعقدة من العلاقات التي تربط بين الأفراد والزمر الاجتماعية وتأخذ شكل النظم والأنساق الاجتماعية وتتميز بالثبات والاستمرار عبر الزمن. ومن أهم النظريات التي تسود في أبحاث الأنثروبولوجيا الاجتماعية النظرية الوظيفية للعلماء راتكليف براون، وأساسها أن النظم الاجتماعية هي في مجتمع ما هي إلا نسيج متشابك العناصر، يؤثر كل عنصر في العناصر الأخرى وتعمل تلك العناصر على خلق وحدة اجتماعية تسمح للمجتمع بالاستمرار والبقاء. وتهتم الأنثروبولوجيا الاجتماعية بتفسير طبيعة المجتمع عن طريق تحديد وظيفة النظام الاجتماعي. التخصص الآخر هو علم الآثار، فعلم الآثار أو الأركيولوجيا
يدرس ماضي الإنسان ويرمي إلى تحديد التغير الثقافي وتتابعه على مر العصور، ويهدف أيضا إلى إعادة بناء عملية تصورية للحياة الاجتماعية لمجتمعات ما قبل التاريخ. ويهتم علماء الأثار بالفترات والمراحل التاريخية الطويلة التي قضاها الإنسان قبل اكتشاف القراءة والكتابة، ويتعاون علماء الأثار في أبحاثهم مع المؤرخين والأنثروبولوجيون باختلاف تخصصاتهم. فمثلا يمدهم الإثنوغرافيون والمؤرخون بالمعلومات الخاصة بالحضارات التي جاءت أو نمت عن حضارات ما قبل التاريخ. التخصص الآخر ضمن الأنثروبولوجيا الثقافية دائما هو علم اللغويات، حيث يستخدم المنهج العلمي في درس اللغات، ويعد أحد فروع الأنثروبولوجيا الثقافية، لأن اللغة أحد عناصر الثقافة، بل هي أهم تلك العناصر. وينقسم علم اللغويات إلى أقسام فرعية، أهمها قسمين أساسيين هم: واحد، علم اللغويات الوصفي، ويهتم بتحليل اللغات ويدرس النظم الصوتية وقواعد اللغات والمفردات، ويعتمد على اللغة في دراسته، ويعتمد في دراسته على اللغة الكلامية، وتتركز تلك الدراسات في المجتمعات البدائية التي لم تعرف القراءة والكتابة ولكنها ذات لغة كلامية. الثاني أو الفرع الثاني هو علم أصول اللغات، ويختص بالجانب التاريخي والمقارن، إذ يدرس العلاقات التاريخية بين اللغات التي يمكن متابعة تاريخها عن طريق وثائق مكتوبة. ويهدف هذا القسم إلى تحديد أصول اللغة الإنسانية والعلاقة الموجودة بينها بين علم اللغة الأنثروبولوجي الثقافي، وهي علاقة تعاونية، لأنه على الإثنولوجي الأنثروبولوجي الاجتماعي أن يدرس لغة المجتمع الذي يبحثه، ولا يتم ذلك إلا عن طريق دراسة مبادئ علم اللغويات. هذا ما هي العلاقة؟ تكلمنا عن الفروع الأساسية للأنثروبولوجي، سنقف أيضا الآن وفي هذه الحصة على علاقة الأنثروبولوجيا بالعلوم الأخرى. فالأنثروبولوجيا العامة هي علم اجتماعي تربطه علاقة وثيقة بالعلوم الاجتماعية الأخرى كعلم الاجتماع والاقتصاد وعلم النفس وغيرها، فهي تعد العلم البارز الذي يمثل حلقة الوصل بين العلوم الاجتماعية والطبيعية. ونظرا لاهتمام العلوم الإنسانية بفهم وتذوق الثقافات الإنسانية المختلفة، فإن هناك صلة بارزة بين الأنثروبولوجيا وبعض الدراسات الإنسانية، وباعتبار علم الأنثروبولوجيا علم اجتماعي يتناول الثقافة الإنسانية والأبنية الاجتماعية المختلفة وغيرها من المواضيع التي تشترك فيها الأنثروبولوجيا مع العديد من العلوم الأخرى سواء كانت اجتماعية أو بيولوجية. وفيما يلي سنتطرق إلى علاقة الأنثروبولوجيا ببعض العلوم الأخرى. أولا، علاقة العلوم أو الأنثروبولوجيا بالبيولوجيا. فالبيولوجيا أحد العلوم الطبيعية كالفيزياء والكيمياء والجيولوجيا، ويشكل الإنسان مع الكائنات الحية الأخرى المادة الخام للدراسة البيولوجية التي قد تكون على شكل دينامي. فهو العلم الذي يدرس الإنسان من حيث بنية الأعضاء وتطورها، ويرتبط هذا العلم بالتشريح والفيزيولوجيا وعلم الوراثة، حيث يعتبر هذا الأخير من أهم الموضوعات التي تهتم بها البيولوجيا باعتبارها تعمل على تفسير تطور الإنسان من خلال ما يسمى بالمادة الحية. ويدخل في هذا الإطار نظرية التطور التي ترى أن الكائنات الحية تخضع لعملية التغيير من أشكال بسيطة إلى أشكال معقدة تختلف في مستوى عددها وجنسها وشكلها. هذا وترى أن التطور الإحيائي عند الإنسان يحدث نتيجة لعدة أسباب، منها ما يتعلق بالطفرة والانعزال والتهجين. والأنثروبولوجيا في هذا المستوى من ناحية نظرية هي قريبة نوعا ما من البيولوجيا، فكلاهما يحاول أن يدرس عملية إعادة إنتاج الحياة، وكلاهما يتبنى نموذج نظري للتنوع، وهما التنوع الجيني بالنسبة للبيولوجيا والتنوع الثقافي والاجتماعي بالنسبة للأنثروبولوجيا. كما أن كلاهما يبحث في الأصل، فالبيولوجيا تبحث عن في أصل مادة الحياة عند الكائنات، بينما الأنثروبولوجيا تبحث في أصل المجتمعات الإنسانية. بالنسبة لعلم النفس والأنثروبولوجيا، فعلم النفس يهتم بسلوك الإنسان، حيث يحاول دراسة سلوك الأفراد الذين يقومون به، أي أنه هو علم دراسة الذات والتي تسعى إلى التعبير عن نفسها من خلال مجموعة من الأنشطة. والهدف من دراسة النفس البشرية الإنسانية والبشرية هو التعرف
على مكوناتها وحاجاتها وإمكانية تهذيبها وتطويرها. فهو علم يصف السلوك الصادر من الإنسان ويحاول تفسيره وتوضيح أسبابه ونتائجه. فعلم النفس يهتم بالمبادئ والقوانين العامة التي تحكم سلوك الإنسان السوي. ومن الموضوعات الرئيسية التي يهتم بها علم النفس العام هي الدافعية والانفعالات والذكاء والقدرات العقلية كالإدراك والانتباه، وكذلك يهتم بالتعلم والشخصية، كما يهتم أيضا بالمبادئ الأساسية في النمو المساهمة في النمو عند الإنسان ابتداء من لحظة ميلاده مرورا بفترة الطفولة والمراهقة ووصولا إلى مرحلة الشيخوخة، حيث يعمل على توضيح العوامل المؤثرة في عملية النمو سواء كانت وراثية أو بيئية مرتبطة بالمجتمع ككل. مقابل هذا نجد الأنثروبولوجيا تتشارك مع علم النفس في دراستها للسلوك الإنساني، لكن ضمن الإطار الثقافي الاجتماعي وليس في الإطار الشخصي، حيث كما سبق أنها تهتم بدراسة السلوك الإنساني في الإطار الثقافي والاجتماعي والحضاري الذي ينتمي إليه ويعيش فيه، إلى جانب أنه يدرس تأثير البيئة على سلوك الأفراد. إذ نجد أن سلوك الأفراد في البادية وفي الريف يختلف كثيراً عن سلوك الأفراد بالمناطق الحضرية أو المدن. وضمن الأنثروبولوجيا يظهر لنا فرع الأنثروبولوجيا النفسية، ويتضمن هذا الفرع دراسة علاقة الفرد بالثقافة والمجتمع، فهو يدرس سلوك الإنسان في جماعة بشكل عام. أما علم النفس فيركز على الفرد بشكل خاص. هذا ويوجه الاهتمام في الأنثروبولوجيا النفسية بدراسة الشخصية والتغير الثقافي والدراسة المقارنة للتغير المرتبط بالنمو على امتداد دور حياة الفرد ودراسة مفهوم الهوية. ومن المؤثرات النظرية الأساسية في الأنثروبولوجيا نظرية فرويد والتحليل النفسي أو التحليل النفسي. وإذا كانت الأنثروبولوجيا علم دراسة الإنسان من حيث تطوره وسلوكه ونمط حياته، فإن علم النفس يلتقي من الأنثروبولوجيا في دراسة السلوك في سياقه التاريخي، كيف أثرت عليه عوامل مختلفة في جذوره الماضية، وما مدى استمرار مثل هذه التأثيرات في حاضر المجتمعات الإنسانية. في حين نجد أن علم النفس يدرس السلوك أيضا لكنه في الحاضر، وبالتالي فهو يعتمد في دراسة هذا السلوك باستخدام أدوات منهجية كالملاحظة والمسح الاجتماعي والمنهج الوصفي في تحليل هذا السلوك. إن مهمة عالم الأنثروبولوجيا في محاولته لكشف خفايا الأمور تشبه مهمة عالم النفس في الجهود التي يبذلها في سبر غور العقل الباطن، وفي كلا الحالتين تتألف النتائج المتوصل إليها التي توصل المتوصل إليها الباحثون من سلسلة التأويلات. أما الحقيقة التي تستند إليها هذه التأويلات فكثير ما تكون قابلة لأكثر من تفسير. لذلك تعد الأنثروبولوجيا دراسة لنمط السلوك الإنسانية، بينما تعد الدراسة النفسية دراسة للسلوك الخاص بالشخصية الفردية. علاقة الأنثروبولوجيا كعنصر ثالث بعلم الاجتماع. علم الاجتماع هو علم حديث تم تأسيسه على يد المفكر الفرنسي أوغوست كونت في القرن 19، وهو علم وليد الأزمة ناتج عن الانتقال إلى المجتمع الحديث، والذي ارتبط أساسا بالثورة الفرنسية، وهو ما عبر عنه جون ديفينيو بقوله أن علم الاجتماع هو ابن الثورة. ويعرف أوغوست كونت علم الاجتماع بأنه العلم الذي يدرس الظواهر الاجتماعية دراسة علمية موضوعية. أما إيميل دوركايم فيرى أن علم الاجتماع هو العلم الذي يدرس الوقائع الاجتماعية والنظم الاجتماعية باعتبارها أشياء قائمة بالفعل، وليس نتيجة لتصورات تعتمد على مفاهيم ذاتية. أما ريني موني فقد عرف علم الاجتماع بأنه الدراسة الوصفية المقارنة التفسيرية للمجتمعات الإنسانية حسب ما تسمح به مشاهدتها في الزمان والمكان. وموضوع علم الاجتماع هو الظاهرة الاجتماعية التي ينتجها المجتمع، إنها دراسة الإنسان ككائن اجتماعي باعتباره عضواً في المؤسسات الاجتماعية كالأسرة والمدرسة والمجتمع المدني والمؤسسات الدينية، أو باعتباره عضواً في أحد المؤسسات السياسية أو في الإدارات الحكومية، كما يهتم بدراسة القيم والمظاهر المنحرفة مثل الجريمة، ويهتم أيضا بالحركات الاجتماعية كالثورات والانقلابات وأي تغير أو تحول يطرأ في المجتمع أو في مؤسسة معينة. وهذا ما أدى إلى ظهور مجموعة من الفروع التي تدخل ضمن المجتمع العام.
مثل علم الاجتماع التربوي، علم الاجتماع الحضاري، علم الاجتماع الريفي، علم الاجتماع السياسي، وعلم الاجتماع التنظيمي إلى آخره. وترتبط الأنثروبولوجيا بعلم الاجتماع منذ القرن التاسع عشر، حيث تتعدد مظاهر هذا الارتباط في وجود فروع فرع متخصص هو الأنثروبولوجيا الاجتماعية، وهذا الأخير يطلق على التراث المهيمن في الأنثروبولوجيا البريطانية، وذلك وفقا لتأكيد العلماء البريطانيين على مفاهيم مثل المجتمع والبناء الاجتماعي والتنظيم الاجتماعي. وإذا كان علم الاجتماع سيتم في دراسته يهتم أو مهتم في دراسته بالمجتمعات ذات التنظيم المعقد مثل المجتمعات الصناعية، فإن الأنثروبولوجيا الاجتماعية تهتم في دراستها بالمجتمعات ذات التنظيم البسيط مثل المجتمعات الصغيرة، فهي تنصب في دراستها على الشعوب التي تختلف كثيرا عما يسمى بالدولة. بمعنى آخر، أنها تهتم بالمجتمعات البدائية أو المجتمعات التي لا تعرف الكتابة والقراءة أو المجتمعات العشائرية أو القبلية، بهدف التعرف على أصول النظام الاجتماعي لهذه المجتمعات والفروق الاجتماعية التي تميزها عن بعضها البعض. وهذا ما جعل مجموعة من الباحثين يرون أن النطق الاجتماعي هو فرع من فروع الاجتماع نظرا للتشابه بينهما في دراسة المجتمع، وتمتد العلاقة بين العلمين إلى منهج البحث في الحقلين. فمثلاً المنهج التاريخي وأدوات الدراسة كالملاحظة والمقابلة والمشاركة، كلها أدوات وطرق منهجية يستعملها العلمين. ومن خلال هذا التدخل في استخدام المناهج وطرق البحث، سيؤدي ذلك بالضرورة إلى تدخل في البيانات المجمعة والنتائج العلمية المتوصل إليها، مما يوجد حالة من الاعتماد المتبادل الوظيفي في المعرفة بين الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، بحيث أن التراكمية المعرفية في إحداهما سوف توفر الخلفية النظرية للبحث في الحقل الآخر والعكس. علاقة الأنثروبولوجيا بالتاريخ، يعد علم التاريخ من أهم العلوم الاجتماعية نظرا لأنها تساهم في مد علماء هذه العلوم بجذور الفكر الإنساني منذ آلاف السنين، وهذا ما يظهر بوضوح العلاقة التي تجمع بين التاريخ والأنثروبولوجيا بصورة مميزة. فدراسة الإنسان ككائن ثقافي واجتماعي وتاريخي لا يمكن أن تتم إلا من خلال انفتاح الأنثروبولوجيون على تحليلات المؤرخين والتي تتناول مجموعة من القضايا المتعلقة بالمجتمعات الإنسانية ككل، وهذا ما يؤكد أن الظاهرة الإنسانية في حد ذاتها ظاهرة تاريخية تقوم على ثلاث أسس أساسية، ألا وهي الزمان والإنسان والمكان. إلا يمكن تصور الفعل التاريخي للإنسان خارج عن هذه الأسس، فالزمن هو الذي يعطي للفعل الإنساني صفاته التاريخية، أما المكان فهو المسرح الاجتماعي الذي تقوم به الأحداث، أما الإنسان فهو محور كل شيء وهو صنع التاريخ بهذا المعنى. وما يميز التاريخ أنه يدرس الأحداث الإنسانية الفريدة غير متكررة المرتبطة بزمان معين ومكان معين، بينما الأنثروبولوجيا يمكن لها أن تدرس الظواهر الإنسانية المتكررة والمتعددة في الماضي والحاضر وفي أي مكان، وتمتد جذور العلاقة بين التاريخ والأنثروبولوجيا في بروز أحد فروع الأنثروبولوجيا كالأنثروبولوجيا التاريخية. من أهم مناهج البحث العلمي للأنثروبولوجيا أنها تعمل على دراسة الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بصورة عامة. فالأنثروبولوجيا كبقية العلوم الاجتماعية الأخرى تسعى إلى دراسة الإنسان في تطوره في تغييره على مختلف المستويات، إذ أنها تبحث في أصول الإنسان، ولا يمكن لها إلا من خلال تاريخ. فدراسة ماضي الإنسان برغم من تعقده يساهم بشكل باخر في فهم حاضره والتعرف على مستقبله. خامسا، علاقة الأنثروبولوجيا بالسيميائيات. السيميائيات في أبسط معانيها تعني البحث عن المعنى، فهو علم حديث غرضه دراسة العلامات والرموز داخل الحياة الاجتماعية، حيث يحاول هذا العلم أن يستفيد من العلوم الإنسانية كاللسانيات وعلم النفس في تفسير وظيفة العلامة والقوانين التي تحكمها. فالغرض من السيميائيات كعلم هو دراسة العلامات التي ينتجها الأفراد المنتمين إلى جماعة معينة أو مجتمع معين، وذلك وخاصة تلك العلامات التي تستخدم في التواصل بالأفراد، العلامات أو الإشارات. والعلامة أو الإشارة بطبيعتها تأخذ شكلين، شكل رمزي
مرتبط بالفعل اللساني وشكل مادي مثل علامات المرور أو الملصقات، وهي علامات كلها تهدف إلى التواصل مع الأفراد. وترتبط الأنثروبولوجيا بسيميائيات ارتباطا وثيقا منذ بداية القرن الماضي، نظرا لاهتمام كل منهما بدراسة وتحليل العلامات التي ينتجها الإنسان، وكلاهما يساهم بشكل كبير في تفسير المعاني والخطابات الرمزية والمادية التي يؤسسها الإنسان مع أخيه الإنسان، إذ يركزان في دراستهما على سلوك الإنسان باعتباره كائن ثقافي رمزي بالدرجة الأولى. إلى جانب ذلك، فكلاهما يستفيدان من بعضهما البعض من حيث المناهج العلمية. علاقة الأنثروبولوجيا بالفلسفة، تعرف الفلسفة بأنها أم العلوم، وذلك لشمولية دراستها للعديد من العلوم المختلفة كالرياضيات والفيزياء والعلوم الإنسانية. وعليه فإن صلة الفلسفة التي يعرفها الطبيعيون بأنها البحث عن طبع الأشياء، ويعرفها بعض الفلاسفة بأنها مجموعة معلومات في عصر من العصور، هي صلة وثيقة خاصة جدا فيما يتعلق بنظرة الإنسان للكون والحياة في زمان ومكان محدد، وذلك لأن الزمن والمكان مرتبطان بعلاقة جدلية لا يمكن إدراكها إلا من خلال دراسة العقل الإنساني. سابعا، علاقة الأنثروبولوجيا بالجغرافيا. تستفيد الأنثروبولوجيا من المعطيات العلمية الجغرافية، وفي مقدمة هذه المعطيات المجال الطبيعي، حيث أن الظروف الطبيعية تؤثر على الحياة الإنسانية في جوانبها العضوية والاجتماعية والثقافية والأحوال المعيشية والبنية الاجتماعية عند المجتمعات البشرية، ليست متشابهة لتباين الظروف الجغرافية التي تتواجد فيها تلك المجتمعات، كما أن الظروف الجغرافية في العصور القديمة قد أثرت بشكل كبير عضويا وثقافيا من خلال مسيرة التطور الثقافي والعضوي. وتستعين الأنثروبولوجيا بمعطيات علمي النبات والحيوان من أجل معرفة الأحوال المعيشية التي كان عليها النوع البشري في العصور القديمة، والقائمة على جميع النباتات النافعة وصيد الحيوانات. أخيرا، علاقة الأنثروبولوجيا بالجيولوجيا. تساهم الحفريات في الجيولوجيا عن آثار الحضارات القديمة وعمل الإنسان القديم وطريقة التفكير المجسدة في الرسوم، وكذلك الأدوات الفخارية وأدوات الزراعة والصيد وبقايا المباني والمقابر. وتستعين الأنثروبولوجيا بالأبحاث الجيولوجية من أجل معرفة عمر الحضارات والثقافات التي قامت في مناطق معينة. طبعا نكتفي بهذا القدر، والخلاصة أن الأنثروبولوجيا كباقي العلوم الاجتماعية مثل علم النفس وعلم الاجتماع والتاريخ تهدف إلى دراسة الإنسان ووضعه قلب الاهتمام، فهو علم متعدد الأبعاد ومنفتح على باقي العلوم. سنتناول أعزائي الطلبة في الحصة القادمة عن تطور وتاريخ هذا العلم، ومقارنة أهم المراحل التي مر بها من خلال استعراض مرحلة ما قبل التاريخ إلى الوقت الراهن. شكرا على اهتمامكم، وإلى اللقاء إلى لقاء آخر إن شاء الله.